اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. دلوقتي هنبتدي اولى فقراتنا اللي هنستعرض فيها ابرز ما تناولته الصحافه المصريه الصادره صباح هذا اليوم الخميس. هنتناولها بمزيد من المعلومات والتحليل والتعليق مع كتابنا الصحفيين. وأول خبر هنستعرضه من صحيفة الأهرام وبالتحديد من الصفحة الأولى فيها، ونطالع استراتيجية متكاملة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار. الرئيس يقول الإسراع بتنقية البطاقات التموينية وتوفير السلع الأساسية والنهوض بمنظومة النقل وتحديث الخط الأول لمترو الأنفاق. ومعنا دلوقتي للحديث أكثر حول هذا الموضوع الأستاذ يسري السيد، مدير تحرير صحيفة الجمهورية. أستاذ يسري صباح الخير وأهلا بك يا فندم. خير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب والمستمعين والمشاهدين طيبين. حضرتك طيب، يعني مزيد من المعلومات حول الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع مجموعة من الوزراء، بالإضافة طبعا إلى رئيس الوزراء، واستعرضوا عدد من الموضوعات المهمة أبرزها الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة طبعا إلى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة ووزير التموين بتنقية البطاقات التموينية والإسراع في هذا الموضوع. طبعا اجتماع مع الحكومة ممثلة بكافة الوزراء المعنيين بالرقابة على الأسواق وضبط محاولة ضبط الأسعار، وفي نفس الوقت عدد من الموضوعات الأخرى زي الإسراع بتنقية البطاقات التموينية ومترو الأنفاق وغيره، عديد من الموضوعات. يعني زي ما بيقولوا كده اجتماع أزمة، يعني في مشكلة في أسعار السلع اللي موجودة، ارتفاع عشوائي واحتكار للتجار لأسعار بعض السلع. المطلوب طبعا إن الرئيس بيوجه التوجيهات للوزراء المعنيين إن أهمية إن ما نسيبش المواطن الغلبان يعني تحت رقبة مقصلة التجار الجشعين وكده. الجزء الثاني ان بدأ مشروع تنقية البطاقات التموينية، وطبعا في مشاكل في بعض البطاقات التموينية ان احيانا بيتم حذف عشوائي لبعض الاسماء والناس بتبدأ تروح وتحاول تجدد. في نفس الوقت ان حصل تنقية بان في ناس المتوفين طبعا كانت موجودين بشكل لا يتم حذفه طوال السنوات الماضية، أو المسافرين للخارج، أو من بلغ سن أكبر من أنه يبقى موجود في البطاقة وهكذا. التوجيهات هنا أن الإسراع بده علشان لما تقلل المسألة تقدر تتحكم في أو الدعم يوصل للناس المستحقين. أيضا كان في هذا الاجتماع حديث عن النهوض بمنظومة النقل و تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق اللي واجه في السنوات الأخيرة بعض المشاكل أو كثير من المشاكل. طبعا بالنسبة لمترو الأنفاق الخط الأولاني، طبعا منظومة مترو الأنفاق منظومة هائلة جدا، لكن في الخط الأولاني بدأ يعاني من الشيخوخة المبكرة زي ما بيقولوا. تم تخصيص 206 مليون يورو علشان تطويره. دي مسألة مهمة جدا. أي دولة متقدمة بيقاس تقدمها ومدى تحضرها بوجود وسائل مواصلات عامة متاحة للجميع. أنت دلوقتي خط مترو الأنفاق، حين كمان تكتمل الخط الرابع وهتبدأ المشكلة تقل بشكل كبير جدا. هتربط القاهرة من أقصى الشرق لأقصى الغرب لأقصى الشمال لأقصى الجنوب، وبالتالي تبدأ تقلل الضغط على المواصلات اللي فوق الأرض، المواصلات التقليدية، أو تخلي المواطنين يقللوا من استخدام سياراتهم الخاصة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار البنزين والسولار وغيره. وبالتالي هيبقى من الأجدى لو الواحد عنده وسيلة مواصلات كويسة هيستغنى عن العربية بتاعته، وفي نفس الوقت انت كده بتقلل الدعم اللي ممكن يقدم لأسعار المحروقات أو أسعار الغاز والسولار وغيره. نمرة ثلاثة، هتقلل
من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والتلوث البيئه وغيره. نمره 3 4 هتعمل فيه سرعه في بدل ما المواصلات زحمه المواصلات وغيره هتبدا نعم. الدنيا تمشي بشكل كبير. طيب خلينا استاذ يسري ومشاهدينا الكرام نروح لخبر اخر، ولكن هذه المره من صحيفه المصري اليوم، وفي الصفحه الاولى فيها حصاد ايدكس تصنيع عسكري وعقود تسليح، مصر تحصل على حق انتاج وتوزيع منتجات سلينجر حصريا في افريقيا وشركه مصريه فرنسيه لصيانه الوحدات البحرية. عايزين نتعرف على وجهة نظر حضرتك مع ختام فعاليات معرض إيدكس مصر 2018 وأبرز ما نتج عن هذا المعرض. أولا يعني هذا المعرض يعني بما تحقق بيمثل طفرة في موضوع مهم جدا أو في مجال مهم جدا. أولا في مجال المعارض، لأنك أنت خلاص هتبدأ ما تبقى القاهرة أو مصر مجال للمعارض الدولية الكبرى، وبالتالي أنت سياحة المعارض في حد ذاتها ده مصادر من مصادر الدخل القومي لبلاد كتيرة جدا. النقطة المهمة بقى أنك أنت داخل كمان في معارض السلاح، معارض السلاح ديت يعني أنت معناها أنك أنت كل شركات الأسلحة الكبرى والدول الكبرى هتبدأ تثق في هذا المكان إنها تعمل معرض للأسلحة، بدل ما تروح لألمانيا أو لفرنسا أو لغيره، لا هتروح هيبقى بالنسبة للشرق الأوسط أو بالنسبة لأفريقيا هتبقى هنا مصر نقطة ارتكاز للمعارض في هذه الأسلحة. النمرة الثالثة المهمة جدا انك انت مش مجرد بقى عارض، لا ده انت هتستغل هذا المنتدى الدولي انك انت تبدأ تعرض منتجاتك، وفي نفس الوقت تبدأ تعمل اتفاقيات مع شركات الأسلحة الكبرى انك انت تعمل سلاح مشترك، انك انت تعمل صناعة مشتركة، خاصة ان انت عندك قاعدة صناعية بدأت منذ السبعينات في الهيئة العربية للتصنيع، لولا خروج بعض العرب منها كانت هذه القلعة كانت هتبقى أكبر بكتير جدا مما وصلنا إليه، رغم أن احنا وصلنا لدرجة مهمة جدا. عندك قاعدة مهمة في الإنتاج الحربي، عندك قاعدة مهمة في الهيئة العربية للتصنيع، المصانع الحربية غيره، إذن أنت عندك قاعدة صناعية قابلة أنك أنت تعمل اتفاقيات كبيرة وتبدأ في الإنتاج. انت بالفعل بدأت انتاج العديد من الأسلحة، من دبابات وسيارات مدرعة وأسلحة مختلفة، وبالتالي انت يعني عندك أرض خصبة. ثانيا انت علاقاتك الإفريقية موجودة وقريب جدا من الدول الإفريقية، تقدر يعني تنتج وتسوق وتوزع بشكل حصري ومهم في هذه المنطقة. طبعا الاتفاقات حصلت بين القوات البحرية المصرية وشركة فرنسية عشان تصنيع مشترك ومن والبيع لمنتجات الشركة من القوارب المطاطية القتالية وأشياء كثيرة جدا، اتفاقيات أيضا مع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الأخرى. مهم زي ما بقول لحضرتك أنك أنت تطلع على أحدث الأسلحة، وفي نفس الوقت انت دي فرصة لحتى المهتمين عندنا من قواتنا المسلحة وقوات الشرطة وغيره ان هم يخشوا يتفرجوا يعني. نعم طيب خلينا نروح لموضوع اخر استاذ يسري، ولكن هذه المرة من صحيفة الجمهورية، ونروح للصفحة الثالثة فيها مشاهدينا الكرام ونطالع سبعة قرارات مهمة لرئيس الوزراء، تيسيرات جديدة للمستثمرين وصغار المزارعين في مشروع المليون ونصف المليون فدان، منطقة حرة للنسيج والملابس في بدر وميناء جاف في اكتوبر، ومتابعة لمشروعات وزارة الثقافة للمتاحف والسينما ودار الكتب. استاذ يسري خلينا نبتدي بالتيسيرات الجديدة اللي أعلن عنها أو صدرت في القرار الخاص أو من ضمن القرارات الخاصة برئيس الوزراء، التيسيرات الجديدة للمستثمرين وصغار المزارعين في مشروع المليون ونصف المليون فدان. يعني احنا طبعا الناس بدأت تسأل هو فين المشروع، يعني فين مشروع المليون ونصف فدان؟ احنا كنا قعدنا نتكلم بشكل كبير جدا وبعد كده سكت الكلام مرة واحدة. إذن الدكتور مصطفى مدبولي بيبدأ يجاوب على ده من خلال
هذا اللقاء، ان يبدأ يشوف اذا يبحث ايه المعوقات اللي موجوده، ايه العراقيل اللي موجوده، علشان نبدأ ما يبقاش الناس يعني تقول يعني بعض المشروعات دي مجرد كلام جرايد. طب ايه ابرز التيسيرات بقى علشان هذا المشروع عدد اكبر يحس بيه؟ بالظبط كده. وبعدين انت مهم جدا في اي مشروع، دايما لما بينزل لارض الواقع بتحصل فيه مشاكل، بتحصل فيه عراقيل. طيب مهمة المسؤول التنفيذي ان هو يتابع هذه العراقيل، ما يسيبهاش لصغار الموظفين او الاداريين في ظل عراقيل بيروقراطية القوانين، في ظل على ارض الواقع اذا انت بتستصلح بعض الاراضي الصحراوية، في اراضي وضع يد، في مشاكل محليات، في يعني من ضمن التيسيرات تحفيز وضع اليد الجادين على تقنين اوضاعهم. بالظبط كده. فانت مهم جدا ان السلطه التنفيذيه في ممثله في رئيس الوزراء ان هو يبدا يشوف ايه المشاكل اللي هي موجوده، ايه اللي بتعرقل، ايه اللي بتحل، ايه اللي كذا، ويبدا يحل. دي نمره واحد. نمره اتنين، حضرتك بتتكلم على مشروع اخر من مشاريع اللي تم مناقشتها، زي انت مثلا في الثقافه، قبل الثقافه مشاكل المستثمرين، انت في الفتره اللي فاتت بدات تعمل سعر جمركي جديد لبعض السلع الغير ضروريه، عملت قانون ان ممكن تحويل الاموال او للمستثمرين، عملت في مشاكل لبعض رجال الأعمال، أنت الأجانب. أنا بعتقد أن المهم جدا أن يبقى كل الاستراتيجية بتاعتنا أن أنا كيف أجمع أو كيف أجذب رجال أعمال يجيبوا فلوسهم من بره عشان يشتغلوا. طيب خلينا نروح أستاذ يسري إلى خبر آخر، ولكن هذه المرة من صحيفة الأخبار، وبالتحديد مشاهدينا الكرام من الصفحة الثالثة فيها، ونطالع الامتحان التجريبي لأولى ثانوي بنظام الكتاب المفتوح، كراسات الإجابة بطريقة البوكلت وتصحيح الامتحانات داخل المدارس. طبعا يعني الوزارة، وزارة التربية والتعليم، استطاعت انها في الفترة الأخيرة ديت انها تبعت تخلي أولى ثانوي بقى بعبع في كل بيت. كل بيت فيه أولى ثانوي دلوقتي قاعد بيستعد كأنه امتحانات ثانوية عامة، وبدل ما يبقى امتحان الثانوية العامة في آخر السنة بقى في أول في مرتين في العام. مشاكل كثيرة جدا في كل بيت، وفي قرارات متضاربة كل شوية. القرار المتضارب الأولاني ان انت عندك امتحانين هيتموا في الترم الأولاني، وبالتالي كل الطلبة بدأت تذاكر وتستعد للامتحانين دول، بعد كده فجأة نلاقي يتعمل يقولوا لا الامتحانين دول مش هيتحسبوا، هنبدأ نشوف امتحانين في آخر السنة. وحسب ما نقلت صحيفة الأخبار في الخبر، إن الوزارة أعلنت السماح للطالب بدخول الامتحان بالكتاب على اعتبار أن العام الحالي تدريبي للجميع. ماشي، يخش بالكتاب. أنت كان عندك مشكلة إن أنت حاطط مواد معينة، مواد أكتر من مادة في يوم واحد. مع الأسف أستاذ يسري، كنا عايزين نتكلم أكتر إن شاء الله في مرات تانية نتكلم أكتر، ولكن الوقت انتهى. لمتابعة مشاهدينا الكرام موجز لأهم وآخر الأنباء، بنشكر الأستاذ يسري السيد مدير تحرير صحيفة الجمهورية. مشاهدينا الكرام، فقرات هذا الصباح لسه مستمرة معكم، ولكن بعد متابعة موجز لأهم وآخر الأنباء مع محمد عاطف بعد الفاصل.